اجتماع شعبي كان مكتب حركة النهضة بولاية أريانا ينوي القيام به، سرعان ما تحول إلى مشاحنة أجبرت لجنة التنظيم على تأجيله إلى حين آخر تفاديا لأي التحام بين الطرفين، لكن في الأثناء عقد اجتماع داخل المقر برئاسة حسين الجزيري. ننوي تنظيمه في ساحة قرب حي شعبي للتواصل مع شعبنا. الرسالة الأولى هي رسالة التواصل مع الشعب، الرسالة الثانية هي رسالة تضامن مع اللي سقطوا في أحداث الإرهاب الأخيرة طبعا، ولكن من اللي بدينا بالتحضيرات تقريبا في الساعة 1:30 حتى للساعة 2، مازلت المستدعين ما وصلوش، بدا التحرش من جهات موجوده في الحي هذاك. قلنا كانوا الاولاد في أريانا مثلا المكتب النهضه في أريانا يحضروا في اجتماع شعبي عام باش راسه السيد حسين الجزيري كاتب الدوله للهجره، يعني مازالوا في صدد الاعداد، حوالي 20 واحد يحضروا في كراسي والبوفلوات بين مبلتكس وماجرو، فهمتني؟ اذا به يهجموا عليهم مجموعه من المجرمين نعتبرهم يعني 10 15 واحد، يعني بالحجر وبالسبان وبالكلام الزايد وكذا، فهمني؟ طبعا الظرف ما كانش مناسب باش يهيئوا الاجتماع، الاجتماع مازال ما بداش، مازال حتى الناس مازال ما جاوش، ولوا رفعوا الاجتماع يعني تجنبا لاي يعني كوارث ولا اي تصادم، وتجرحوا فيها زوز من الاولاد الحكايه هذه. وطبعا سيعاد تنظيم هذا يعني التحرك في ظروف يعني اسلم وظروف معناها يعني اعدل. طبعا الناس هذا كما قلت يعني تعداوا للقضاء ومعروفين واحد واحد، مش تعداوا للقضاء، تعداوا يعني القضاء يقول كلمته، التحقيق يقول كلمته، الامن يقول كلمته. حالة من الفزع والفوضى سادت على المتواجدين بعد ان هجم عدد من المواطنين اغلبهم تلاميذ من المعهد المجاور، مما ادى الى تدخل الامن وتفرقة المواطنين والغاء التحذيرات. 20 سنة اكثر من 20 سنة وهما شدونا يا غنوشي يا سفاح يا قتل الروح، ايش عطاتكم النهضة؟ ايش عطاتكم النهضة؟ واحنا عملوا فينا بالحجر بالحجر، ما نجمناش نتحركوا، ما نجمش واحد من بعد يهز الكرسي ويكسروا علينا، والاخرين هزوا الكراسي وبداوا هاربين بهم يسرقوا فيهم ويزفوا فيهم. الضرب والكلام الساقط وتهم متوجهه لينا يعطيو فيكم في الفلوس وحاصل ما اراك الله مكروه فيك العباد هذيك، لمينا رواحنا وروحنا. السب والعار والشتم والحاله حليله، وهجموا علينا هجمه واحده. هيك هو ولوا عاد لموا عاد الكراسي الاولاد وهربنا. استهداف واضح لمقرات حركة النهضة في هذا الوضع تحديدا، رآه المسؤولين استهداف ممنهج ومقصود. وتمركزوا أمام مقر وتجمعوا، وكانت المجموعة اللي تخدم في الإدارة هنا موجودة داخل المقر، فهذا الهجوم اللي أثر فينا معناها نوعا ما خلانا نخرج وخارج المقر من أجل أن نشوف الوضع كيفاش ممكن نحميه مقرنا من استهداف على سياق ما صار معناها لمجموعة من المقرات الأخرى متاع النهضة تم استهدافها في الكاف ولا في جندوبة ولا في باجة، وهذا عمل نعتبروه ممنهج. اليوم جاء الدور على مقر متاع جهتنا، يعني ما كناش متهيئين ومتحضرين أنه يتم استهدافنا بالشكل ذاك والتجمع بالحجم ذاك متاع 200 تلميذ ومراهقين وصغار، ما نجموش احنا نرد الفعل في أبنائنا وأبناء معناها شعبنا بالشكل هذا. فتحملنا الوضع وصبرنا وتحملنا السب وتحملنا الشتم وتحملنا الإهانات. الشيء هذا يعبر في الحقيقة على أنه معناها أبنائنا وتلامذتنا قاعد يغر بهم، قاعد يوجهونهم أطراف توجيه سياسي. اجتماع كان أفراد مكتب حركة النهضة يريدون تبليغ رسالة شعبية لأهالي المنطقة من خلاله، قوبل برسالة واضحة ترفض أبسط وجوه حرية التعبير.